بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الاسكريبت. أول حاجة خلونا نتعرفوا على الأهمية ديال الاسكريبت في ماتلاب. أهم حاجة في الاسكريبت في ماتلاب هي أنك كيتيح لك الإمكانية ديال أنك تعاود ترجع البروغرام ديالك في أي وقت بغيتي، وتقدر تموديفي فيه إلا بغيتي. باغ اكزومبل خدمتي شي تمارين، شي اكزرسيس، كتبتي ليه شي بروغرام، من بعد هذاك الاكزرسيس غتبدل فيه غير لي دوني ولا شي حاجه فبغيتي تموديفي. يعني فلي سكريبت عكس لا كوموند ويندو. لا كوموند ويندو انك تكتب لي زانستريكسيون، وان فوا كتسد مطلب لي زانستريكسيون كيمشيو، يعني كتولي مضطر انك تعاود تكودي البروغرام ديالك. السكريبت لا، السكريبت هو فيشي عادي بحال فيشي التكست اللي كنكتبو، اللي كنديرو بالبلوك نوت. هنا مطلب عنده ايديتور خاص ديال السكريبت غادي نتعرفوا عليه حتى هو. فكيف ما كتشوفوا معايا هنايا ان اكزامبل ديال السكريبت اللي انا مكرييهم. دونك في اي وقت بغيت اي سكريبت كنقدر نموديفي فيه، نقدر نفتحو. دونك هو تفتح ونقدر نموديفي في لي كود ديالو، نقدر نمسح، نقدر نبدل لي دوني، نقدر نبدل اي حاجه. دونك هذا هو ليديتور ديال لي سكريبت. غنوريكم كيفاش تفتحوه من اول من الانترفاس ديال ماتلاب. سواء عندك سواء كتكليكي على هاد الايكون هادي نيو سكريبت، ولا كاين واحد الغاكورسي ديالها في الكلافيه كونترول ان باش كيتفتح ليكم ليديتور ديال سكريبت. دونك هذه هي الانترفاس ديال ليديتور ديال سكريبت. هنا في هاد البلاصه هادي فين كنكتبوا لي زانستريكسيون ديالنا، وهنايا في الجنب كاين واحد الكارو كيانديكي لك ليطا ديال السكريبت ديالك. دونك ليطا سينتاكسيك، مش في لي سينتاكس، يعني الا كان عندك شي ايرور في لا سينتاكس، مثلا ما عرفتيش تستعمل، بحال مثلا انا غادي ندير مثلا نختار انني غادي ندير سينيس لا فونكسيون ديال سينيس، ما غاديش نعطيها اون فالور، نعطيها مثلا بوين فيرغو. دونك كما كتشوفوا هنا ان اللون ديال هذا الكارو تبدل. وهنا كتلقى واحد اللين هنا اللون بالاحمر، يعني ايرور كيكون غراف، يعني كياثر على ليكزيكيسيون ديال البروغرام. وهنا كيعطيك لي زانستريكسيون اللي تتبعها باش كتحل البروغرام، باش كتحل البروبليم، وكيعطيك حتى لومبلاسمون ديال ليرور. يعني بحال دابا هنا ليرور في اللين 1، وكاين تيب اخر ديال لي زيرور. بار اكزومبل مثلا انا ديفينيت واحد الفاريابل ا وما درتش بوين فيرغو، دونك هو كيعطيك هنا اللون ديالو كيف ما شفتو ماشي روج، اللون ديالو اورانج. دونك هو ما ايرور ما كيأثرش، ما كيقترح عليك هذا الاقتراح ديال انك دير بوين فيرغول شاك ديفينيسيون ولا ديكلاراسيون ديال شي فاريابل. علاش؟ حيت هو اصلا كيخدم بلي ماتريس، وبعض المرات ممكن حتى في شي ريزولتا تخرج لك شي ماتريس اللي هي كبيره، ديمونسيون ديالها كبيره. الا ما درتيش البوين فيرغول فاش كتيكزيكيت البروغرام، كاع هادوك لي ريزولتا كيتافيشاو لك في لا كوموند ويندو. دونك ما كتبقاش عندك لا كوموند ويندو نقيه، دونك غاتافيشيو دي فالور اللي انت ماشي محتاجهم. دونك من الاحسن كدير بوين فيغول في كل ديكلاراسيون. دونك هادشي تقريبا اللي كاين. حنا غادي نشوفو ان شاء الله واحد ليكزومبل ديال اننا كنا غادي نتراسيو ليكزومبل باش غنتيستيو لي سكريبت. انا غادي نصايب واحد البروغرام يتراسينا لا فونكسيون ديال سينوس ولا الكوسينوس. فنبداو على بركة الله. اول حاجه باش نتراسي ان فونكسيون خاصني نديفيني واحد الانترفال. علاش بغيت نتراسي هذيك لا فونكسيون؟ كيف يمكننا شفنا في الدروس اللي في الحلقات اللي كانوا قبل، ميثود كيفاش كنكريو فيكتور اوتوماتيك كتانكريمونطا اوتوماتيك. حنا كنحدو لها واحد لو با باش كتانكريمونطا. كنعطيوها لا بحال مثلا نعطيو لي بورن، نعطيو لي بورن ديال هذاك الانترفال، وغادي نعطيو شحال من بوان
غادي نقسمو هذاك الانترفال. دونك نبداو اول حاجه غنديفيني واحد الفاريابل اكس اللي هو الفاريابل الانترفال، وغادي نستعملو لا فونكسيون لين سبيس. لين سبيس اللي كنا شفناها قبل، قلنا كتاخد كوم دي زارغومون لا لي فاريابل دونتري كنعطيوها البورن، لا بورن انفيريور ديال الانترفال ديالنا. انا غنبدا بزيرو وغرسم هاد لا فونكسيون، غرسمها على زيرو من زيرو حتى لدو بي. دونك انا غادي نعطيه غير لا بورن انفيريور زيرو، لا بورن سوبيريور دو، مي غادي نضرب، غادي ندير واحد الملتيبليكاسيون فوس بي. دونك غادي ندير بي اطوال لين سبيس من زيرو حتى لواحد، ولا تروازيام فاريابل هي يعني شحال بغيت نقسم، شحال من بوان بغيت نقسم هاد الانترفال. دونك انا غنعطي 50 بوان، غتقسم لي هاد الانترفال، غيقسم لي هاد الانترفال 50 بوان، 50 بوان 50 بوان. من بعد ما رسمت، من بعد ما كريت الانترفال ديالي، دابا غادي نديفيني لا فونكسيون اللي بغيت نتراسي. يعني اف غنسميها اف ايغال سينوس ديال اكس، ندير بوان فيغول. لا فونكسيون اللي كتراسي في ماتلاب، اللي كتراسي لينا لي فونكسيون، سميتها بلوت. بلوت غادي نشوفوها من بعد في الحلقه اللي غادي نديرو على التراساج دي فونكسيون اون دو ديمونسيون اي تخوا ديمونسيون. غادي نفصلو بزاف في هاد لي فونكسيون، حنا بغينا غير نديرو هاد السكريبت كوم تيست، يعني اكزامبل باش تعرفوا على لي سكريبت. من بعد هاد لا فونكسيون لي زارغ عندها بزاف ديال لي زارغيمون ولا لي فاريابل دونتري اللي كتقبل، ما حنا انا نذكر لكم جوج. اول حاجه هو الانترفال ولا لونسومبل دي بوين اللي بغيت نكالكولي ليماج ديالهم ولا اللي بغيت نرسمهم، وكندير الفاريابل الثاني لا فونكسيون اللي بغيت نرسم. انا سميتها هنايا اف، ديكلاريتها في واحد الفاريابل اف. ممكن نرسم بزاف ديال لي فونكسيون، ممكن نرسم بزاف ديال لي فونكسيون فيغور واحد. يكفي انني نعاود ثاني، مثلا بغيت نرسم الكوسينوس، غنسمي مثلا فونكسيون فاريابل جديده جي، ونسميها الكوسينوس، نعطيها لا فالور كوسينوس دو اكس نسيش بوان فيغول هنا. ومن بعد ممكن ندير ثاني فيغول ونعطيه ثاني الفاريابل الانترفال ديالي، ومن بعد لا فونكسيون اللي بغيت نرسم، نسيباري فيرغول ولا فونكسيون اللي بغيت نرسم اللي هي هنا جي. حاجه اخرى مهمه نبغي نقولها لكم في لي سكريبت هي هما لي كومونتير. دونك شنو هما لي كومونتير؟ لو كومونتير هما دي فراز ولا دي ديسكريبسيون ديال لي لين، ممكن نقولوا اللي ما طلب ما كياخذونش بعين الاعتبار. دونك بحال مثلا انا هاد البروغرام ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا، انا بروغراميتو عارف اشنو فيه، مي مثلا الا بغيت نعطيه لشي واحد صاحبي، دونك ما هو ما عارفش اشنو مثلا هاد اللين، هاد لا لين هادي شنو الدور ديالها، هادي شنو الدور ديالها، هادي شنو الدور ديالها. دونك انا بغيت نكتب ليه دي واحد الديسكريبسيون اللي نشرح ليه فيها كل لين، ولا نشرح ليه مثلا فونكسيونمون ديال هاد البروغرام. دونك كنستعمل لي كومونتير. لي كومونتير باش كن انديكي واحد الكومونتير بالبورسونتاج، سين ديال البورسونتاج. من بعد كنكتب اي حاجه مطلب ما كياخذش بعين الاعتبار، كتسمى كومونتير، كيعتبرها كومونتير. ممكن انني نكتب هنايا اوبيراسيون مثلا 1 بلس 1 وما غيافيشيش ليا الريزولطا، علاش؟ حيت اعتبره كومونتير، ماشي كوموند، ماشي انستركسيون، ماشي اوردر، ممكن تعتبر كومونتير. انا غادي نكتب ندير كومونتير على البروغرام كله، غنقول سكريبت كتراس دي فونكسيون ممكن انني كذلك نجي لهنايا وندير مثلا كومونتير. المهم هادشي اللي بغيت نقول غنكتبهم بحال هنايا، غنكتب مثلا ديكلاراسيون ولا ديفينيسيون
d'un intervalle من 0 ل 2pi مثلا 2pi دونك نقدر نكتب اي حاجه هنايا نقدر نكتب اي حاجه من بعد ملي كنساليو ليكريتور ديال البروغرام ديال سكريبت خصنا نأونجستريو دونك نكليكيو على سيف كنختارو لومبلاسمون فين بغينا نخزنو السكريبت ديالنا وكنعطيوه ان نو بالنسبه للنوميناسيون ديال لي سكريبت فما خصناش تكونوا فيها دي زيسباس وما خصهاش تكون طويله تكون بسيطه وتكون سينيفيكاتيف البروغرام ماشي انا غادي نكتب مثلا نبدا نكتب بروغرام ونجي ندير اسباس وندير كي كالكول دونك ماشي نو هذا ولات فراز نكتب حاجه بسيطه وتكون سينيفيكاتيف البروغرام اللي رسمت مثلا نكتب تراس بار اكزومبل تراساج ولا تراس خاص مثلا نختار اي سميه ولا كيف ما كنت انا كاتب هنا واحد تراس كوسينيس دونك نسميه بهاد السميه وندير اونجستري دونك انتما الا سميتو شي سميه ما كانتش ديجا راه ما بغيت اونجستري ما كاين حتى شي مشكله كانت شي سكريبت ديجا عنده هاد لو نون هذا فكي افيشي لك هاد الميساج سوا تكونفيرمي سوا دير نو الا ما كنتيش بغيتي تاكراز هذاك الفيشي اللي قبل وحاجه اخرى ثاني كاينه في النوميناسيون انني ما نسميش نحاول ما نسميش دي نون ديال دي فونكسيون اللي ديجا ماتلاب ديجا ديفيني في ماتلاب بحال مثلا هاد بلوت اللي شفنا ولا نسميه كوسينيس ولا نسمي شي سميات اللي نحاول نتفادى ولا نتفادى نسمي هاد السميات من بعد غندير اونجستري من بعد ما اونجستري البروغرام ديالي دابا خصني نتيسي باش نتيسي سوا كنكليكي على هاد البوطون بحال بلاي ولا كنكليكي على اف 5 في الكلافي ولا كنطابي لو نون ديال البروغرام ديالي في لا كوموند هنا انا كنت سميتو تراس كوس وما كنسميش وما كنديرش بوان ام ليكستنسيون ديالو كنسمي غير السميه ديالو دونك انا سميتو هنا خاصني واحد السي وكنطابي اونتري دونك ها هو تراس عليا لي دو فونكسيون ديال الكوسينوس وديال السينوس على الانترفال 0 ال 2 بي دونك هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم نتلاقاو في دروس جايه ان شاء الله باش نتعلموا حوايج جداد دمتم في امان الله وحفظه.